ماذا تعرف عن داء السكري؟ وما علاقته بالفشل الكلوي؟ هو مرض يمنع الجسم من استخدام الجلوكوز ويؤدي إلى تراكمه بالجسم لفترة طويلة، وإذا لم يتم استخدامه كمصدر للطاقة يتحول إلى ما يشبه السم ويؤدي إلى تلف كويكبات الكلى، وهو ما يسمى بالكلية السكرية. إن ضبط سكر الدم إلى المعدلات الطبيعية أو استخدام هرمون إنجيوتنسين لعلاج زلال البول يؤدي إلى حفاظ وظائف الكلى لمدة أطول ويحميها من حدوث أي تلف بها. يقدر عدد مرضى السكري بوادي حضرموت بحسب تقديرات مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ب7000 مريض، حيث أن معدلات الإصابة بالفشل الكلوي الناتج عن داء السكري بلغت 37%، محدثة الأعراض التالية: تورم في الأطراف ثم ينتشر إلى بقية الجسم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع معدلات الدهون والكوليسترول في الدم، خروج كميات من البروتين مع البول. ولوقاية مريض داء السكري من الفشل الكلوي، يجب المحافظة على المستوى الطبيعي للسكر في الدم بحيث لا يقل عن 80 ملغرام لكل ديسيلتر ولا يزيد عن 120 ملغرام لكل ديسيلتر، وكذلك الضغط لا يزيد عن 130 على 80 ولا يقل عن 100 على 20. المواظبة على الفحص الدوري للدم مع قياس الزلال في البول كل 3 إلى 6 أشهر. الحمية الغذائية والتقليل من تناول البروتينات، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، الانتظام الدوري في زيارة العيادات المتخصصة، وتناول الأدوية طبقا لما يصفه الطبيب المعالج. السكري داء يهدد الكلى، فحافظ عليها.